هذه إذاعة إرينا. المستمعين والمستمعات الأفاضل متابعي ذاتي أرينا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الاثنين 30 سبتمبر. كما عودناكم مستمعي ومستمعات الأفاضل نستهل برنامجنا معكم بنشرة للأخبار، ثم نقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث، ونخصص حلقة اليوم لتناول علاقة إريتريا مع دول حوض البحر الأحمر. قبل ذلك مستمعي ومستمعات الأفاضل أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. إريتريا توقع تفاهما مع الوكالة الدولية للطاقة النووية. إلغاء خطة إنشاء مطار إماراتي عسكري في ميناء بربر الصومالي. خطة أوروبية بخصوص المهاجرين في عرض البحر، والكشف عن أسباب وفاة الرئيس موغابي. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة إرينا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. ذكرت وكالة الطاقة النووية التابعة للأمم المتحدة والتي تتخذ من العاصمة النمساوية فيينا مقرا لها بأنها وقعت تفاهما مع دولة إريتريا يتم بموجبه تحديد مجالات التعاون المشترك بين الوكالة وبين دولة إريتريا. وقع الاتفاق في 19 من الشهر من جانب إريتريا عبد القادر بكري حمدان ومن جانب الوكالة نائب الأمين العام السيد دازو يانغ. وقال البيان بأن الاتفاق يهدف إلى التعرف إلى احتياجات إريتريا من الطاقة النووية في مجالات توليد الطاقة والطب والزراعة ومجالات أخرى. الجدير بالذكر بأن إريتريا انضمت إلى الوكالة في عام 2002. أكد السيد موسى بيحي رئيس إدارة إغليم أرض الصومال في لقاء تلفزيوني بأن الاتفاق بين إدارة الإغليم ودولة الأمارات العربية المتحدة بخصوص إنشاء مطار عسكري بالقرب من ميناء بربرة تم إلقاه دون أن يقدم أي أسباب. وقال بيحي أن المشروع سوف يحول إلى مشروع مدني وسوف يمنح لشركة منفذة أخرى. وكانت الأمارات قد دخلت في اتفاق مع إدارة إغليم أرض الصومال لتأجير ميناء بربرة الواقع على المحيط الهندي وتأسيس مطار عسكري مجاور له، وذلك بعقد تأجير يصل مداه إلى 30 عاما. ولكن مشروع المطار أثار جدلا واسعا، خاصة مع انطلاق عاصفة الحزم التي تقودها السعودية والأمارات ضد الجماعات الحوثية في اليمن. وضمن التوجه لمد نفوذها في منطقة القرن الأفريقي، توجهت الأمارات إلى توثيق تعاون العسكري مع إريتريا، حيث استأجرت ميناء عصب الإريتري وبنت فيه قاعدة عسكرية ومطار عسكري متقدم. وضمن مساعيها أيضا في تعزيز علاقاتها في القرن الأفريقي، اجتمع رئيس هيئة الأركان بالجيش الأماراتي حماد محمد آل ثاني الرميثي مع نظيره الإثيوبي الجنرال آدم محمد في العاصمة الإثيوبية في 19 من الشهر الجاري، وتباحث الجانبان حول تطوير علاقات التعاون العسكري بين الجانبين. نقلت صحيفة الشرق الأوسط السعودية عن وزير الداخلية في مالطا مايكل فاروجيا إعلانه أن ألمانيا وفرنسا وإيطاليا ومالطا توصلت لاتفاق بشأن آلية لإعادة توزيع المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر. وقال فاروجيا أنه ووزراء داخلية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا توصلوا إلى اتفاق بشأن وثيقة مشتركة يتم طرحها لتكون أساسا لاتفاق أوروبي أوسع نطاقا خلال اللقاء المقبل لوزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي. وقالت وزيرة الداخلية الفنلندية ماريا أويهاسالو التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي أن الاتفاق محدد زمنيا ويركز على المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر. وطالب المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة ديمتريس إفراموبولوس جميع الدول الأعضاء بدعم آلية إعادة التوزيع المقترحة والمشاركة في جهود التكامل. يذكر أن الحكومة المالطية دعت ألمانيا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي إلى عقد اجتماع بشأن إنقاذ المهاجرين من القرق في البحر في 19 من سبتمبر الجاري للتوصل إلى قواعد انتقالية تحول دون رفض إيطاليا ومالطا السماح لسفن إنقاذ يوجد على متنها مهاجرون بالرسو في موانيها.
ورفضت كلتا الدولتان من قبل أكثر من مرة استقبال سفن يوجد على متنها مهاجرون، ولم تسمح باستقبالها إلا بعد ما تعاهدت لها دول أخرى في الاتحاد الأوروبي عقب مفاوضات شاقة باستقبال هؤلاء المهاجرين الذين اضطروا أحيانا للبقاء أسابيع طويلة على متن هذه السفن. أكد رئيس زيمبابوي بعد عدة أسابيع من وفاة الرئيس السابق روبرت موغابي بأنه توفى بسبب السرطان، ولكن الرئيس الحالي إليسون مانانغوا لم يحدد نوع السرطان الذي أودى بحياة موغابي، ولكن قال بأن جسمه لم يعد يستجيب للعلاج الكيميائي مما أدى إلى توقيفه قبل أن يفارق الحياة. وكانت تقارير استخبارية أمريكية قد أكدت من قبل بأن موغابي كان مصابا بسرطان البروستاتا وتوفي في السادس من الشهر الجاري عن 95 عاما. وكان سرطان البروستاتا أيضا قد أودى بحياة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي في المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي. هذه إذاعة إرينا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه نشرة الأخبار، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. إريتريا توقع تفاهما مع الوكالة الدولية للطاقة النووية. إلقاء خطة إنشاء مطار أماراتي عسكري في ميناء بربرة الصومالي. خطة أوروبية بخصوص المهاجرين في عرض البحر. الكشف عن أسباب وفاة الرئيس روبرت موغابي. كانت مستمعي ومستمعاتي الأفاضل تلكم نشرة الأخبار قدمناها لكم من إذاعة إرينا. متابعة طيبة أتمناها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث، ونخصص حلقة اليوم لتناول غياب إريتريا عن التمارين العسكرية المشتركة لدول حوض البحر الأحمر، فابقوا معنا. هذه إذاعة إرينا. انطلقت في جدة في 22 من الشهر الجاري أعمال التمرين البحري المشترك المسمى الموج الأحمر 2، والذي ينفذه الأسطول الغربي للمملكة العربية السعودية بمشاركة الدول المشاطئة للبحر الأحمر المتمثلة في الأردن ومصر والسودان وجيبوتي واليمن والصومال، إضافة إلى القوات الجوية الملكية السعودية وحرس الحدود. وأوضح قائد الأسطول الغربي قائد تمرين الموج الأحمر 2 اللواء البحري ركن صقر الحربي أن التمرين الذي استمر حتى يوم الخميس الماضي هدف إلى توحيد وتعزيز الأمن البحري للدول المطلة على البحر الأحمر وحماية المياه الإقليمية وتعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات القتالية بين البلدان المشاركة، وذلك لما يشكله البحر الأحمر من أهمية لدى دول العالم كممر اقتصادي مهم، فضلا عن كون التمرين يسهم في التعاون وتوحيد المفاهيم العسكرية ورفع الجاهزة القتالية وتبادل الخبرات بين الدول المشاركة. من جانبه أكد مدير التمرين العميد بحري ركن عبد الرحيم بن طماح الحربي أنه ستطبق خلال هذا التمرين جميع التدريبات العملية والنظرية التي تشكل جانبا تدريبيا مهما لجميع القوات المشاركة. يذكر أن التمرين يشتمل على عدد من الفرضيات التي خطط لها مسبقا بشكل دقيق يتوافق مع ما تملكه القوات البحرية الملكية السعودية من قدرات قتالية ومنظومة بحرية متطورة تعزز من جاهزيتها القتالية. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. والخبر الذي أوردته صحيفة الأيام السعودية حول التمرين البحري المعروف باسم الموج الأحمر 2، والملاحظ أن الصحيفة لم تشر في خبرها إلى غياب إريتريا عن التمرين. وكان التمرين الأول قد تم في 30 من ديسمبر من العام الماضي تحت اسم الموج الأحمر 1، وشاركت فيه كل الدول السابقة ما عدا الصومال التي شاركت كمراقب، ولكنها هذا العام شاركت مشاركة كاملة. وكانت القوات البحرية السعودية قد قالت بأن التمرينات التي جرت أيضا في جدة
كان الهدف منها هو تعزيز التعاون المشترك للقوات البحرية للدول الأعضاء في كيان دول حوض البحر الأحمر، وتعزيز القدرات في حماية الممرات المائية الحيوية، ورفع الكفاءة والقدرات، وتوحيد المفاهيم العسكرية وتبادل الخبرات، وهي نفس الأهداف التي تمت تحتها مناورات هذا العام. وغني عن القول أن إريتريا غابت عن التمرين، ولكن سبب غيابها كان هو عدم عضويتها في كيان دول حوض البحر الأحمر، رغم العلاقات التي تربطها بالسعودية من ناحية، ورغم علاقاتها بالحرب في اليمن. لكن غيابها عن تمارين هذا العام كان بعد اكتمال عضويتها في الكيان، والذي حضرت اجتماعه في القاهرة بواسطة وزير الخارجية عثمان الصالح. هذه إذاعة إرينا. تشهد علاقات دول كيان البحر الأحمر تنسيقا سياسيا كبيرا، حيث تجلى ذلك في التضامن الذي أبدته هذه الدول من الهجمات الصاروخية التي تعرضت لها معامل إنتاج البترول في شرق المملكة العربية السعودية، حيث أبدت كل الدول الأعضاء في الكيان عن تضامنها مع المملكة وموافقتها على الإجراءات التي تتخذها المملكة للدفاع عن سيادتها. وغني عن القول أيضا بأن السعودية ومصر بشكل خاص، إضافة إلى اليمن ممثلا في حكومة عبد الرب منصور هادي، لها علاقات سياسية كبيرة وتنسيق على أعلى مستوى، وقد انضمت إلى ذلك التنسيق السياسي الأردن وباقي الدول. وتمثل تمارين الموج الأحمر 1 و2 أعلى درجات التنسيق العسكري بين القوات البحرية لهذه الدول. وكما ذكرنا، فقد غابت إريتريا عن التمرينين الأول والثاني، وهي لم تشارك في التمرين الأول العام الماضي بسبب غيابها عن عضوية الكيان الجديد، ولكنها عادت وانضمت إليه لاحقا، ورغم ذلك لم تدخل في تنسيق عسكري. ولم تشر السعودية الدولة الراعية للتمرين أو إريتريا التي غابت عنه إلى الأسباب وراء الغياب، مما يفتح باب التكهنات. ولكن ما هو مؤكد أن إريتريا وإسرائيل مستبعدتان عن هذا الكيان رغم إطلالهما على البحر الأحمر. أما إسرائيل فهي مستبعدة لأسباب معروفة في العالم العربي، ولكن إريتريا يظل السر وراء استبعادها مطويا. ولكن الاستخبارات البحرية لجميع الدول المطلة على البحر الأحمر تعلم تماما بأن البنية التحتية للقوات البحرية الإريترية وعقيدتها العسكرية هي إنتاج إسرائيلي خالص، حتى أن قوارب مراقبة المياه والدوريات اشترتها إريتريا من إسرائيل، ودربت إسرائيل ضباط من القوات البحرية الإريترية. كل هذا يثير التوجس لدى الدول العربية الأعضاء في كيان البحر الأحمر، فهناك الأردن ومصر، واللتان ترتبطان بإسرائيل بعلاقات دبلوماسية، ولكنهما في ذات الوقت تنأيان عنها في المسائل السياسية المتعلقة بأمن البحر الأحمر، حيث ترسخ في العقيدة العسكرية للقوات البحرية للدول المطلة على البحر الأحمر بأن أمنه أمر يخص الدول العربية وحدها، وأن إريتريا وإسرائيل ليستا معنيتان بأمن البحر الأحمر ضمن الاستراتيجية العربية الموحدة، والتي جسدتها التمارين الأخيرة للدول العربية. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. من ناحية أخرى، تبدو إريتريا متأقلمة تماما مع الاستبعاد العربي لها من ترتيبات أمن البحر الأحمر، رغم أن الرئيس الإريتري كان قد دعا من القاهرة قبل سنوات إلى تكوين منظمة تعني بأمن البحر الأحمر، ولكن تلك الدعوة لم تجد أي صدى في عواصم الدول المطلة على البحر الأحمر. وبعد تكوين السعودية كيان دول حوض البحر الأحمر، كانت إريتريا غائبة أثناء التأسيس، حيث لم يحضر رئيسها المؤتمر التأسيسي في السعودية. ربما كان التغييب المقصود لإريتريا هو إشارة مشتركة من هذه الدول بعدم رضاها عن توجهاتها، خاصة في استراتيجياتها العسكرية. بالطبع لن يكون مبرر ضعف القوات البحرية الإريترية سببا مقبولا للغياب عن التمارين، لأن الصومال شاركت في العام الماضي كمراقب، ولكنها عادت اليوم لتشترك بعضوية كاملة في التمرين، أي أن لها قوات وضباط مشاركون في كل مراحل التمرين.
وكذلك جيبوتي التي تكاد تكون قواتها البحرية مقاربة للقوات البحرية الإريترية إن لم تكن أحسن منها حالا بسبب الارتباط السياسي والعسكري بفرنسا. على كل حال يمثل غياب إريتريا عن التمارين العسكرية لدول حوض البحر الأحمر علامة استفهام كبيرة حول الاستبعاد المقصود لهذه الدول لإريتريا في الترتيبات الأمنية لدول حوض البحر الأحمر وعلى رأسها السعودية. هذه إذاعة إرينا. استمعتم مستمعي ومستمعاتي الأفاضل إلى حلقة من برنامج تعليق على الحدث، وخصصناها إلى استبعاد إريتريا من المناورات العسكرية التي جرت مؤخرا في المملكة العربية السعودية والتي نفذتها دول كيان حوض البحر الأحمر. وقبل ختام فقرات برنامجنا مستمعي ومستمعاتي الأفاضل، أقدم لكم تذكيرا بأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. إريتريا توقع تفاهما مع الوكالة الدولية للطاقة النووية. ذكرت وكالة الطاقة النووية التابعة للأمم المتحدة والتي تتخذ من العاصمة النمساوية فيينا مقرا لها بأنها وقعت تفاهما مع دولة إريتريا يتم بموجبه تحديد مجالات التعاون المشترك بين الوكالة وإريتريا. إلغاء خطة إنشاء مطار إماراتي عسكري في ميناء بربرة الصومالي. أكد السيد موسى بيحي رئيس إدارة إقليم أرض الصومال في لقاء تلفزيوني بأن الاتفاق بين إدارة الإقليم ودولة الإمارات العربية المتحدة بخصوص إنشاء مطار عسكري بالقرب من ميناء بربرة تم إلقاه دون أن يقدم أي أسباب. خطة أوروبية مشتركة بخصوص المهاجرين في عرض البحر. نقلت صحيفة الشرق الأوسط السعودية عن وزير الداخلية في مالطا مايكل فاروجيا إعلانه أن ألمانيا وفرنسا وإيطاليا ومالطا توصلت لاتفاق بشأن آلية لإعادة توزيع المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر. الكشف عن أسباب وفاة الرئيس روبرت موغابي. أكد رئيس زيمبابوي بعد عدة أسابيع من وفاة الرئيس السابق روبرت موغابي أنه توفي بسبب السرطان، ولكن الرئيس الحالي أليسون مينانغوا لم يحدد نوع السرطان الذي أودى بحياة موغابي، ولكنه قال بأن جسمه لم يعد يستجيب للعلاج الكيميائي مما أدى إلى توقيف العلاج قبل أن يفارق الحياة. كان هذا مستمعي ومستمعات الأفاضل موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وأعيد تذكيركم دوما بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicarena@gmail.com. وحتى الملتقى بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج تعليق على الحدث، لكم مني فتح عثمان ومن زملائي في الإذاعة أطيب التحايا، ودمتم في رعاية الله وحفظه. هذه إذاعة إرينا.